ضيافة، مساء الجمال على كل مشاهدي ضيافة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ضيافة. بقينا بنصحى من النوم وبننام ماسكين الموبايل، حياتنا كلها بقت سوشيال ميديا. فلان نزل ستوري، فلانة نزلت فيديو، فيسبوك بقى، انستجرام، يوتيوب، تويتر، أيا كان منصات السوشيال ميديا. بس مؤخرا بقى في عناصر معينة في السوشيال ميديا بدأت تنمي المهارات اللي عندها والمواهب اللي عندها، وتستغل كمان نسب المشاهدة العالية اللي عملتها. فبقى عندي مقسومين نصين، نص بيجري ورا الشهرة والمال والمكاسب المالية اللي ورا منصات الإلكترونية، والنص التاني زي ما أنا قلت بيستغل الكلام ده في إن هو يعمل كارير لنفسه أو يفتتح مجلات ويستغل الشهرة دي. النهاردة معانا ضيفة مميزة جدا، رونيتا حجازي، بس مش بصفتها رونيتا حجازي اليوتيوبر المعروفة، بصفتها صاحبة رونيتا ستور فور ويجز اند اكستنشن. اهلا بيكي يا رونيتا، منورانا. انت منوراني والله. اهلا بيكي، منورانا. حبيبتي تسلمي. عايزين نعرف جمهور ضيافة للي ما يعرفش مين هي رونيتا، تمام؟ مين هي رونيتا؟ انا رونيتا بني ادم عادية خالص، بس يعني بحب الميديا جدا، بحب التمثيل، ده رقم واحد. بهتم بيه جدا، وبهتم بالجمال وبالشياكه وبالستايل بتاعي دايما، عشان ده اللي بيكبر مني وبيخليني اوصل للي انا عايزاه اسرع. مشوارك على السوشيال ميديا رونيتا بقاله قد ايه؟ يعني انت عندك العدد لا باس بيه على كل المنصات، لايك على تيك توك، على انستجرام، على اليوتيوب، في كل حته بسم الله ما شاء الله نفسك الخشب منتشره. تعالي نتكلم عن بدايه السلم زي ما بنقول. هو الموضوع مش سهل تماما زي ما الناس كلها فاهمه. انا بادئه من بدري جدا جدا جدا، خدي بالك على فكره، بسبب ان ناس كتير قوي يعني نقدر نقول من الشعب بدا يخش المجال ده، بداوا يفهموا قد ايه مهنه الاعلام عامه او الميديا نفسها، ان الثواني اللي بيشوفوها على الشاشات لا، انت بتعمل نفس المحتوى ده وتقعد وقت كتير جدا عشان تنفذه. طبعا فالناس بقى عندها درايه عامه بان الموضوع مش سهل، مش بسهوله بتطلع موبايلك ويلا نعمل ستوري او يلا لا، الموضوع محتاج حاجه بروفيشنال لو انت عايز تبقى حاجه فعلا، يعني بيترتب على الرياكشنات والاداء والاحساس، وكانك واقف قدام كاميرا وكاني بنمثل فعلا، وفي اخراج وفي كل ده. بس هو الموضوع انا بدأ من بدري جدا عامه، من 2012. كتير قوي، كتير قوي قوي. كنت صغندوطه. اه بصي، هو سؤال ما فيش ست بتحب تتساله، بس نقدر نقول لرونيتا عندها كام سنه؟ لا انا 21. صغنطوطه برضه. 29 6 هتم 22. كل سنه وانت طيبه مقدمه. حبيبتي تسلمي. طيب بداتي مشوارك في 2014؟ لا 12. في 2012 اسفه. وايه اللي حصل بعد كده؟ بداتيها فين الاول؟ بداتها من غير ما انا اطلبها، جات لي كده. كنت مع اصدقائي، مفيش اي حاجه، وولد من اصدقائي هو مصور فوتوغرافر، فكان عجبه الستايل بتاعي، وان بنوته صغيره بس فيه اهتمام وبتاع، وشعري كان احلى من كده، وكانت حاجه تانية خالص. فهو قعد يقول لي تعالي اصورك مش عارف ايه، وكان بيجيب لي موديل صغيرين كده اطفال اصور معاهم، وكنت بطلع حاجه كويسه بالنسبه لك كموديلنج. فهو اوريدي لما كان بينزل بقى الصور بتاعتي وكده، النهارده عملت سيشن كذا، النهارده مش عارف ايه، فالناس حبتني ولقيت نفسي بتشهر وبتحط على بيجات وبنزل فيسبوك وكده يعني. طيب بدايه كانت الاول صور، طيب بعد كده بقى خلينا نخش على الفيديو. كنت موديل. كنت موديل. بعد كده الخطوه اللي بعد كده في حياه رونيتا، ما جاش في دماغي ان انا اعمل فيديوز خالص. كان نزل الابلكيشن قبل تيك توك، ده كان اسمه ميوزيكلي. ميوزيكلي. وكان فيه اللي هو مش فاكره اسمه، طب سماش حاجه زي كده، في حاجات كتير انا ما كنتش مهتميه بده وما كنتش مركزه على ده. بس في واحده صاحبتي كانت وكيله في ابلكيشن اسمه فيجو فيديو، انا بالفعل نزلت معاها في الابلكيشن ده، وكان شغل يعني بنعمل الفيديوز دي بسالري. فكنت اخدت الموضوع كده، اخدت الموضوع ان هي وظيفه. انا بتقاضى منها راتب وبس، وفي نفس الوقت بطلع بصراحه موهبه، اللي هو انا اصلا عايزه ان انا اوصل لحاجه كويسه، لان انا اوريدي بعمل حاجات ادوار سنويه، فانا لا انا محتاجه الاكبر بقى، عايزه اوصل شويه. بالظبط. بس كده. طيب خلاص طلعتي عملتي فيديوهات على على ميوزيكلي، وبعد كده بقى تطورت بقى تيك توك بقى شويه، انستجرام. ابتدوا يكلموني بقى الناس اللي بنشتغل معاها كاداره او كوكاله، واحنا عايزينك كبلوجر معانا في لايكي. كان لايكي الاول قبل لايكي، ودلوقتي انا وصلت عليه 2.5 مليون، بقاله كتير جدا. اخر حاجه بقى عملتها ايه مع 2.5 مليون؟ احساس حلو طبعا، فخر. مش شايفه طيب ان العدد ده يرهب يا رونيتا، ان انت عندك تاثير على 2 مليون؟ انت ايا كان اللي هتنزليه ال 2 مليون هيشوفوه، بيتابعك 2 مليون، انت شايفه ان العدد ده يرهب؟
العدد ده يخوفك ان انت مثلا ان كنت بقدم حاجات عشوائيه في الاول، لا ستوب بقى، انا ابدا اعمل واتطور بلان جديده، اطور من محتوايا، استغل العدد ده. فعلا ده اللي بيحصل. اعتقد ده اللي انت عملتيه في فرونيتا ستور، ان انت استغليتي الرقم ده. لا هو انا بحضر للاحسن لسه كمان، يعني انا بحضر اوريدي روم بس للتصوير. ده انا لسه ناويه ابقى احسن واحسن، يعني انا حابه الشغل اكتر. تعالي نتكلم عن بدايه السلم الحقيقيه اوكي في حياه رونيتا. تمام. اعلان وي، كلميني على التجربه دي بسرعه كده. اعلان وي دوت، انا اوريدي كنت اول ما طلعت كان في حاجه اسمها سر علني مع غدا عادل. كنت صغيره وكده، وكنت طالعه بمعنى كلمه كومبارس، لسه بادئه السلم من اول. كلنا كده، مفيش حد بيطلع مره واحده. كنت دايما بوافق اللي هو احبب الناس فيها عشان خاطر اشوف الرزق هيجي لي ازاي. بس ما لا ببص، لا ببص لفلوس ولا ببص لحاجه، انا عايزه اشتغل وبس، عايزه اوصل للي انا بحبه. بتحبي، عايزه تدي، فمستنيه المقابل بعدين، مش بتبصي تحت رجلك. فعلا. فان انا بقى بدات حاجه ووصلت لحاجات كويسه لحد ما عملت اخر حاجه في حكايه بنات الجزء الثاني مشهد. بس جيت وقفت فتره لاني كنت تعبت فتره، جالي قرحه في المعده وتعبت تعب شديد. الف سلام عليك. الله يسلمك. بعد كده بقى جيت لما ابلكيشن فيجو اللي بكلمك عليه ده قفل، ابتديت بقى ان انا ابص للشهر اكتر عشان ايه، ارجع للتمثيل تاني عشان انا اتنسيت فيه شويه. ترجع اللي فاتك. وبالفعل اول ما عملت من 5 6 شهور بالظبط الابلكيشن بتاع التيك توك، عملت عليه اكاونت ودلوقتي هو داخل على 500,000 في 6 شهور. جالي اعلان وي من عن طريق الابلكيشن. تمام. كلميني بقى برضو عن التجربه. كنت حاسه بايه؟ اكيد كنت مبسوطه، يعني نقدر احنا نقول دي فعلا هو حصل بدايه السلم لرونيتا. هو حصل حاجه نايمتني معيطه وصحتني فرحانه. ايه هي؟ صورت الكواليس ونزلت الكواليس عندي على الانستجرام وقلت للناس ان انا طالعه في اعلان وي وكده يعني، ومبسوطه. مبسوطه بالشغل. نزل الاعلان لقيت نفسي ظهر ثانيتين او ثانيه كده، فالناس كلها قعدت تتريق وتضحك وها وايه الاعلان ده، طالعه ثانيتين مبسوطه مش عارف ايه. فاللي هو انا قلت لهم كلمه انا مش مدركه انا بقول ايه، بس بالفعل الكلمه دي حصلت. قلت لهم انتوا هتناموا وتصحوا هتعرفوا امتى في الاعلان ده. نمت صحيت لقيت بانرات على المحور والدائري بصوري على فروع وي. ربنا بيكافئ كل واحد بيتعب في حياته. فعلا. رونيتا، عايزين نخش بقى في موضوع حلقتنا النهارده. ماشي. وهو رونيتا ستور، الويجز والاكستنشن بوريك والتركيبات بتاعه الشعر. اي واحد بيخش مجال العمل، جيب ورقه وقلم كده، انا هعمل 1 2 3، انا فاهم في المجال ده او هروح لخبير. انت الموضوع، انت بنوته بتهتم بلبسها وبشكلها. لا انا غير كده خالص، انا جيت فجاه لقيت نفسي بقول انا عايزه اعمل ستور اونلاين اشتغل عليه. انا صحابي بيجهزوا لي صور الويجز كمان بتاعتك، شكلها عليكي تحفه. فبينك بقى لما هتبقى على الناس ما انا حبيت اكون على الساسه. خلينا نتكلم عنها اكتر. كلميني بقى، انت بتقولي انت الموضوع جه بالنسبه لك صدفه. ازاي؟ انا بصي، انا من ساعه ما طلعت السوشيال ميديا عامه وكنت بشتغل زي ما قلت لحضرتك ببداها كموديل، طبعا انا بهتم بده، فكنت بروح لكوفيرات كتير جدا واتعامل مع كذا حد واقول له عايزه اغير لوك، عايزه اعمل كذا. صرفت حق عربيه بالظبط على الاكستنشن والشعر والحاجات ديت، يعني كنت دايما بشتري اللي هو الطبيعي. الطبيعي ده غالي جدا. احنا عندنا كام نوع يعني؟ انا بشتغل في 2 بس، حراري وطبيعي. طبيعي 100% والحراري. الحراري ده حاجه عمليه مش دايما بتتغسل وتتكوي بس كده. احنا معانا الصور بتتعرض، يعني انا مش حاسه اصلا ان هي يعني باروكه، او مش حاسه ان انت مركبه اكستنشن كمان بتدي بتغير في شكلنا. ما هو عشان بركبها بطريقه معينه وبيبقى فيه اللي هو الكاب ويج تحتها. فانا بعرف اظبطها. كلميني بقى، انت بتقولي في نوعين، حريري حراري حراري يعني بيستقبل حراره بس مش قوي برضو. يعني اهدى درجه خالص. يعني ممكن نقول هو مثلا ايه، حاجه عمليه بتاعتنا. حاجه عمليه لو انا مزنوقه في خروجه، مزنوقه في مناسبه تصوير اطلع بيها وكده وخلاص. لكن الطبيعي دي حاجه دايمه زيها زي الذهب، بتقعد فتره تستخدم وتتباع تاني بتجيب فلوس. زي ما انا قلت رونيتا في الاول، انت اكيد استغليتي نجاحك وشهرتك ده طبعا في ان انت تسوقي للبراند بتاعتك. طبعا. طيب شايفه نجاح البراند دلوقتي نقول 100% ولا نقول بنسبه كام كان سبب شهرتك فيه، وبنسبه كام البراند نفسه هو اللي سوق لنفسه؟ بنسبه 50% شهرتي وعدد متابعيني ومحبيني فيه والثقه طبعا، ان هم بيثقوا. في ناس كتير قوي بتثق في رونيتا وبتحب ستايل رونيتا فبتشتري دايما اللي رونيتا بتلبسه بس، ما هم مغمضين. و50% بسبب ان انا
قابلت ده كتير وكنت بشتريه، انا اصلا كنت مدمنه الحاجات دي، فبقى عندي خبره في السعر الجمله والسعر الحقيقي اه بقيتي وكل عارفه ده. الدنيا. اه طيب رونيتا ستور هو ستور اونلاين ماشي، اونلاين هيروح وهفتح حاجه، فين؟ لسه بقول اهو اونلاين وهفتح حاجه، بفكر لسه، بقول لماما عايزه على اول السنه باذن الله افتح محل او اعمل حاجه اللي هو تكون احسن من كده، يعني الواحد بيحب اللي هو يكبر اكتر طبعا. حياتنا السنه دي كانت مليانه احداث سواء حلو او وحش. رونيتا ما حققتش ايه في 2020، عايزه تحققه في 21، في 2021 اسف. غلطة كده جات لي في 2020، عايزة اشيلها واحط قصادها قطعة من الجنة ان شاء الله تحققي كل اللي نفسك فيه يا رونيتا. انا مع الاسف، مع الاسف بإذن يا الله. جماعه، الوقت الحلو دايما بيجري بيجري هوا. بسرعة. اه أيوة بالظبط، فعلا احنا وقت فقرتنا مع الاسف مع رونيتا خلص، بس ضيافه مكمله. اسعدتني وجودك جدا يا رونيتا، حبيبتي تسلمي لي والله. ونورتيني النهارده في ضيافه. كانت معانا النهارده في فقرتي رونيتا حجازي، صاحبه براند رونيتا ستور في ويجز اند اكستنشن. محدش فينا زي ما انا قلت ما عندوش اكاونت على السوشيال ميديا، كلنا بنصحى وبننام على الموبايل، بنفتح ابلكيشنات، عندنا اكونتات على كل حاجه، بس زي ما كان في مثال النهارده على رونيتا ان هي قدرت تعمل من جمهورها ده وتخليه نقول بيزنس. تمام، عندنا نماذج تانية محترمه مؤدبه كويسه على الساحه، قدرت تستغل الابلكيشنات دي في ان هي تسوق لموهبتها او تسوق لنفسها، مش تجاريا بقى، مش اتاجر موهبه بالبشر يعني، اتاجر بالحب دوت. بالظبط. هي استغلت الاعداد اللي عندها والمواهب اللي عندها عن طريق الابلكيشنات دي. خلينا نطلع نشوف تقرير صغير ونرجع نرحب بضيفه فقرتي الثانيه حسناء حسن، ممثله صاعده، انتظرونا.